السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. How are you brother? This is your plan course to learn إن شاء الله Arabic language from the third unit from العربية بين هيك. Let's go. ما رقم تبادل السؤال والجواب مع زملائك؟ ما رقم بيتك؟ ما رقم شقتك؟ 7. ما رقم بيتك؟ ما رقم شقتك؟ 5. أسكن في حي الجامعة. يكون السؤال: أين تسكن؟ أسكن في حي الجامعة. أسكن في حي المطار. أين تسكن؟ أسكن في حي المطار. أريد مشاهدة الشقة. تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال. أريد مشاهدة الشقة. تفضل، هذه هي الشقة. أريد مشاهدة الثلاجة. تفضل، هذه هي الثلاجة. أريد مشاهدة السرير. تفضل، هذا، نوت هذه، هذا هو السرير. أريد مشاهدة المرآة. تفضل، هذه هي المرآة. أريد مشاهدة الفرن. تفضل، هذا هو الفرن. أريد مشاهدة الأريكة. تفضل، هذه هي الأريكة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.